قام سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليوم بزيارة إلى سفارة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة فخامة السيد محمد رفيق طرار رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق حيث كان في استقباله سعاده السيد محمد ايوب سفير جمهوريه باكستان الاسلاميه لدى مملكه البحرين واعرب سعاده وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه عن خالص تعازي مملكه البحرين ومواساتها لحكومه جمهوريه باكستان الاسلاميه وشعبها الشقيق مستذكرا مناقب الرئيس الراحل واسهاماته البارزه في خدمه وطنه وقضايا شعبه وامته الاسلاميه وحرصه على توطيد اواصر العلاقات التاريخيه الوثيقه بين البحرين وباكستان وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركه لكلا البلدين والشعبين الشقيقين. داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته متمنيا سعادته لجمهوريه باكستان الاسلاميه دوام الامن والتقدم والرخاء.